باللي اتبرع ده من البدايه. انتوا وافقتوا ليه بان انتوا ترخصوا له مستشفى؟ ولو هو غلط اساسا وانتوا سيبناه يبني كل الادوار دي ازاي يعني؟ انتوا امال انتوا دوركم ايه؟ دور الجهات الرقابيه ايه؟ تعالوا نعرف. معانا الاستاذ مصطفى شرف احد اهالي ميت غمر. يا استاذ مصطفى مساء الخير. ازي حضرتك يا معالي المستشار؟ ازي حضرتك يا استاذ مصطفى؟ الحمد لله. الله يخليك. طيب وربنا يديم يا رب قناه اللي بتسيب وحضرتك بالصحه والسلامه يا فندم. ميرسي. منبر اعلامي لنا والصوت كل المصريين يا رب. شكرا يا فندم ربنا يخليك. ممكن نعرف القصه الادوار دي اتبنت ازاي، برخصه ولا من غير رخصه؟ هو بدايه في الاولاد الحاج فتح الزنون ده راجل فاضل من ميت غمر تبرعوا بمبلغ 25 مليون لبناء مستشفى سرطان. كويس قوي، كتر خيره والبرنامج بيشكره. المبنى في منطقه ميت غمر او الاسم الاساسي لمدينه ميت غمر هو منيه الغمر. يعني ميت غمر كانت بتغمر كلها بالميه، كان النيل بيفيض عليها كلها. فبالتالي اصبحت مدينه ميت غمر او معظم اجزاء منها تابعه للري او منطقه محمله بالقيود، بنسموها منطقه محمله بالقيود. عشان استصدر اي ترخيص لاي مبنى لابد ان انا بروح للحي اقول له انا عاوز ابني، يقول لي المنطقه دي محمله ولا لا، اطلع هات لي موافقه من الري. موافقه الري دي بقى بتاخد لها سنه او سنتين. لما تقدم انتوا خدتوا الموافقه دي؟ ما انا هقول لحضرتك في البدايه، انا واخد موافقه على المساحه الكليه المستشفى القديمه اللي هي 6600 متر. ودي كانت من ضمن الرخصه القديمه؟ ودي من ضمن الرخصه القديمه او الجزء ده داخل اطار السور. طب هي مش عاجباهم يعني؟ الشكل مش عاجبهم؟ لو التشطيبات مش عاجبهم ممكن نغير يعني. هو اللي حصل يا معالي المستشار ان كان حصل سوء فهم او سوء تقدير للموقف، على اساس ان المنطقه دي في مخاطبات من وزاره الري لمجلس المدينه بان المنطقه دي من المناطق المحمله بالقيود. بمجرد ما تم العلم بان في ازاله او شكاوى ضد السيد مدير مستشفى الاورام بصفته، تواصلنا مع الاستاذ الدكتور كمال جاتشاروبيم اللي هو محافظ الدقهليه، اللي قال لي تليفونيا انا اول الداعمين واول اللي هيحل المشكله، في حد جاي يقول لي انا بتبرع ب 25 مليون. كويس قوي. طب هو فعلا سياده المحافظ لما تواصل مع حضرتك حل المشكله ولا ما حلهاش؟ مجرد تواصلي مع الاستاذ الدكتور كمال جاتشاروبيم اتصل بالاستاذ سعد الفرماوي رئيس مجلس مدينه ميت غمر وادى تعليمات فوريه، تم عمل مذكره من اداره تنظيم ميت غمر المهندسه سميره الشيخ والمهندسه لواحظ والمهندس حنان، تم عرضها على السيد الوزير المحافظ اللي ادى استثناء فوري نظرا للنفع العام. قال دي مشكله، يعني المشكله اتحلت، يعني باش عندنا مشكله. لا الحمد لله تم حل المشكله، ولكن بقيت المشكله الاكبر لمدينه ميت غمر. مدينة ميت غمر فيها 6000 ترخيص متوقف عشان خاطر ترخيص وزارة الري. احنا بنطالب السيد وزير الري بعقد لجنة مع وزارة التنمية المحلية لحل مشكلة ميت غمر، عشان خاطر انا النهارده كل واحد عنده حتة ارض عاوز. يعني المشكلة بان عندكم التراخيص واقفة، يعني مفيش حد يبني. مفيش حد يبني. يعني اللي يتجوز يقعد مع ابوه. الله يفتح. صح كده؟ وحتة أرض تلاقي المتر فيها سعره 50,000 و60,000 جنيه ومش قادر يبنيها لأن المنطقة محملة بالقيود. إحنا عاوزين روح القانون. الحاجة الأهم يا معالي المستشار، أنا بستغل المنبر الإعلامي لسعادتك وبعمل استغاثة لمعالي الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بقول له يا معالي الوزير يا دولة رئيس الوزراء، حضرتك زرت مستشفى ميت غمر العام القديمة، والعرض اللي اتعرض على حضرتك في المستشفى الجديد العرض ما كانش كامل، في شيء كامل من الصحه، احنا عاوزين اعاده النظر في المستشفى القديم، اعملها للناس. مشكلته ايه المستشفى القديمه؟ المستشفى القديمه عباره عن 4500 متر كان تم البناء عليها من قبل شركه الجيزه، البناء طلع مخالف للمواصفات، حصل نزاع قضائي عشان يأدي الخدمه، عملوا مستشفى جديده على بعد كيلو ونص في قريه تعدوس. المستشفى القديمه ايه اللي حصل فيها؟ الوقفه لان هي قيد القضاء. لما على الرغم من ان المستشفى دي للنفع العام. للنفع العام. طب انا عايز اعرف ايه المخالفات دي، ممكن اعرف ايه المخالفات؟ هو في خلاف في الانشاء نفسه بناء عليه الدوله طلبت من شركه الجيزه. يعني اخلال انشائي هيخلي المستشفى تقع ولا اخلال بالمواصفات بين الاوضه دي 3 في 4 ودي 2 في 6؟ معالي دوله رئيس اخلال الوزراء. شكلي يعني مش جوهري. معالي دوله رئيس الوزراء لما زار المستشفى انا كنت واقف جنبه
سأل معالي الوزيرة سؤال منطقي. يعني انا بس انا عايز اكد الحته دي عشان بس يعني معالي رئيس الوزراء يبقى عارف، يعني الخلل اللي موجود في المستشفى خلل شكلي مش جوهري، يعني المستشفى مش هتقع. لا قالوا هتقع. قالوا هتقع؟ هتقع بناء. طب اتبنت ازاي؟ مش في جهات رقابيه؟ ده بعد 3 سنين بالظبط او 5 سنين من اشغال المستشفى قالوا المستشفى غير صالح ولجأوا لوحده صحيه. طب ليه معلش انا عايز اعرف ليه، يعني ايه المستشفى مش صالحه؟ عايز افهم. ده منظور في القضاء من سنه 85 يا فندم. لو سمحت انا مش قصتي القضاء ولا قصتي ايه اللي بيحصل قانونا، انا قصتي المستشفى دي اشتغلت صح؟ اشتغلت، حصل فيها تشرخات تصدعات دور وقع. حدث الكلام دوت ان في مخالفات، حدث الكلام ده. طب المستشفى دي مش هي المفروض بتخضع للرقابه وهي بتتبني؟ الرقابه دي حصلت من وزاره الصحه ومن الجهات المعنيه؟ كل ده حصل والدوله رفعت قضيه وشركه الجيزه قالت لا انا مش هدفع قضيه. ايه احنا سيبنا الاول، هو احنا سيبنا الاول الراجل يبني وبعد كده المبنى هيقع، ولو وقع بالناس اللي بيتعالج يعني انا بقى تعبان واموت وانا بتعالج؟ طيب احنا طلبنا بقى من دوله رئيس الوزراء، دوله رئيس الوزراء لما تم العرض عليه قال لهم الاتي، قال لهم هل في خدمه بتؤدى؟ معالي الوزيره قالت له طيب انا مش بتدخل في النزاع القضائي لو سمحت، انا عايز اسال حضرتك دلوقتي سؤال، المستشفى دي المفروض تتهد وتتبني ولا ينفع تشتغل زي ما هي؟ لا المفروض تتهد وتتبني. طب ليه ما تهدتش واتبنت؟ خاصة بانها مرصودة للنفع العام. احنا مش عارفين. احنا مش عارفين. طيب اللي بيتقدم الكلام ده بقى له قد ايه لو سمحت؟ الكلام ده من سنة 85 والنزاع قائم. دولة من سنة 85 والمستشفى دي زي ما هي؟ ايوه، دولة رئيس الوزراء زارها من شهر. طيب احنا هنناشد المسؤولين وهنتواصل مع المسؤولين في مكتب سيادة رئيس الوزراء. نشكر سيادتك جدا على المداخلة دي. الأمر العام القديمة تستغيث يا معالي دولة رئيس الوزراء، تحويلها للنفع العام لصالح أهالي ميدغام. بأمر الله، بشكرك يا أستاذ مصطفى على المداخلة دي ونقول ربنا يا رب يكتر من أمثال الناس اللي بتتبرع لمصر. ربنا يكرم حضرتك يا فندم. شكرا. والله مصر دي فيها ناس طيبين قوي. بمنتهى البساطة لما 25 مليون جنيه واحد يتبرع بيهم، واحد او اتنين او عشرة، ده احنا لازم نجري قدامه ونساعده مش نعوقه. طبعا حلقة الشكر موصولة لسيادة محافظ الدقهلية على مقام دي من افعال. كده تكون كبسولاتنا النهاردة القانونية انتهت معاكم. الحقيقة بقى اللي احنا رصدناها في التقارير لما كنا خارجين في الشوارع وبنشوف الدنيا عاملة ازاي واحوال المواطنين والناس عايشة ازاي، اتعرضنا لواحد من اهم الطرق في مصر، طريق مصر اسكندريه الزراعي، في حاجات